يحكى أن أحد الحجاب دخل على أحد القضاة وقال له: يا حضرة القاضي، في الباب امرأة تستأذن بالدخول. فقال له القاضي: إذا كانت جميلة فدعها تدخل. خرج الحاجب قليلاً ثم عاد وقال للقاضي: لقد صرفتها يا سيدي، لأنها ليست بذاك الجمال. أيها الأبله، لم أقصد أن تكون جميلة المظهر، وإنما قصدت جميلة بنت عبد الرحمن.